هل هذا التشرذم والخلاف أمر طبيعي؟ مسألة التشرذم والخلاف دي مسألة كونية، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الخلاف سنة كونية في كل أشياء. فالليل يختلف مع النهار، وأصابع اليد الواحدة ليست مستوية بل مختلفة، وكذلك الإخوة مختلفون في أفهامهم وأفكارهم وأطوالهم وأحجامهم. ما خلق الله تعالى بشرين سويين من كل وجه، ولكن هذا الاختلاف إذا ترتب عليه عدوان وبغي فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز.